السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الآن أصبحت كما قلت واقع أن جميع النساء الحوامل الآن يجب أن يذهبوا إلى المستشفيات لكي يأخذوا الفيتامين دي والحديد والأيودين وأشياء هكذا. يعني هذا أصبح يعني برنامج لهذه النساء الحوامل، لأن في الوقت اللي كان النساء الحوامل لا يأخذن أي شيء، لا من المستشفيات ولا من أي شيء. فلماذا؟ ما الذي وقع؟ الذي وقع هو أن الانزواء عن الحياة العادية للناس اللي هي اقتناء خضر وفواكه وحبوب وقطاني وخشاش الأرض وحشائش، وهذه أشياء التي كان الناس يعني عندهم تنويع في منازلهم، كانوا يطبخونهم بأنفسهم، طبخ كان جيد في أواني من الطين من النحاس بزيت الزيتون، كانوا يستهلكون الحشائش، كانوا يستعملون الحبوب في التغذية، الحبوب البزرات هذه مثل الحبرشاد مثل السمسم مثل الحبوب الكتان مثل الحبة السوداء مثل حبوب مثل اليانسون والشمرة، هذه حبة حلوة والنافع اللي نسميه احنا في هذا المغرب الكبير بهذه الاسم هكذا. ثم كانوا كذلك يستعملون بعض التوابل الجيدة اللي كيختاروهما مثل القرفة مثل الإبزار مثل الكمون، يعني أشياء هذه يعني هذه التوابل مهمة. لماذا؟ لأن كان يعني ينكهون بها، هي تنكه ولكن في نفس الوقت يعني تحتوي على مكونات جيدة، مثلا مثل القرفة التي تحتمل على حمض سيناميك، وحمض سيناميك ومضاد للسرطان وكذلك مخفض للضغط. فيعني كان الناس يأكلون كل شيء، كانوا ينوعون لأنهم كانوا يأكلون قطاني، يعني هذه القطنية يعني اللي بالحمص عدس فاصوليا بازيلا أو جلبنة البسيلة، هذه كانوا يأكلون الحبوب تقريبا كلها، الشعير قمح ذرة رز، يعني هذه كان الخضر كلها يعني بموسميتها أو بفصليتها، كانوا أشياء طرية مثل البصل بالأوراق، الأشياء التي تخرج في الموسم، يعني حشائش مثل الخبيزات مثل السكوم نبات الهليون هذا، يعني مثل الحماض مثل السلق مثل الأشياء التي يعني عندنا بعض التسميات محلية في المغرب اللي كانوا الناس يستعملونها، تسميات دارجة يعني محلية، هذه يعني زرنيج وتبش وكراع دجاجة بوحمو، هذه كل قرنينة، هذه كل أشياء كانوا يستهلكها الناس. ويعني الوجبة كانت في المنزل متكاملة. لماذا؟ لأنك كان فيها خضر متنوعة، كان فيها فواكه، كان فيها حبوب، كان فيها قطاني، كان فيها توابل، كان فيها يعني بزرات هذه اللي تكلمنا عنها، كان فيها زيت الزيتون، فيها لوز، فيها جوز، فيها فواكه جافة يعني تمور، فيها تين، فيها زبيب، فيها أشياء. لا من المستحيل أن يكون هناك نقص في هذه المكونات اللي هي الفيتامينات والأملاح. المكملات الغذائية لا تهم إلا الفيتامينات والأملاح. يعني فلماذا هذه الفيتامينات والأملاح الآن نقصت في النظام الغذائي؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عنه الناس. يعني هل الحديد الآن ناقص في الأكل؟ الحديد يوجد في كل ما خلق الله، كل ما خلق الله فيه حديد، ليس في القطاني واللحوم والحليب ويعني والنشويات والمسائل والخضر والفواكه، بل حتى في خشاش الأرض في الحشائش، يعني هذه حتى النعناع فيه والكرفس والبقدونيس فيه حديد، هذه يعني والكزبرة، كل شيء فيه حديد، كل ما خلق الله في الأرض فيه حديد. الحديد لا ينقص في التغذية، إنما ما ينقص هو كبح امتصاص الحديد في الجسم. وما الذي يكبح امتصاص الحديد؟ معادن ثقيلة اللي هما الرصاص الألمنيوم الأرسنيك، يعني هذا الزرنيخ، يعني المعادن الثقيلة بلاستيك، الأشياء هذه التي تكبح الحديد، يعني لا يمر إلى الدم حتى ولو تناولته على شكل أقراص حديد هذه. ثم الفيتامينات لماذا نقصت؟ لما أن الناس لا ينوعون، أصبح الوجبات فاست فود وجانك فود، يعني هذه الوجبات السريعة، ثم الوجبات الرديئة يعني الأكل الرديء هذه جانك فود، ثم كثرة الحلويات وكثرة السكريات وأشياء هكذا، خبز أبيض ليس فيه ألياف. طبعا يعني مشي ليس الفيتامينات الأملاحية التي تنقص، بل كل شيء ينقص. المضادات للأكسدة والفيتوستروجينات هما المهمة. الناس الآن مكملات الغذائية يذهبون الفيتامينات والأملاح فقط. الفيتامينات الجسم يحتاج أثر، فيتامينات شيء بسيط قليل جدا، الجسم لا يحتاج مليغرامات يعني من الفيتامينات، يحتاج أشياء بسيطة جدا من الفيتامينات. لماذا؟ لأن الفيتامينات لا تدخل للاستقلاب، هي لا تستقلب لا تهضم، يعني هي تبقى في الجسم وممكن الجسم يخزنها أكثر من أسبوعين وثلاث أسابيع هذه الفيتامينات. الأملاح المعدنية الناس يتهافتون على الحديد، هناك نقص في الزنك أكثر من الحديد، ونقص في بعض المعادن الأخرى مثل الكوبالت ومثل بعض المعادن الأخرى أكثر، والنحاس كذلك مهم جدا في يعني في التغذية، إلا أن النحاس الآن أصبح يفوق يعني ما يحتاجه الجسم، لأن داخل مع المعادن التي تسمم الجسم الآن مع المعادن الثقيلة.
فيعني ينقص الفيتامينات والأملاح، هذا يعني على أن الأشخاص الذين يعيشون على المواد الصناعية والوجبات السريعة نعم عندهم نقص في الفيتامينات والأملاح. هذا ممكن يأخذوا مكملات يعني، لأن وإلا يعودوا إلى الطبخ. إذا كان غير ممكن، لأن هناك شباب غير متزوج، هناك أشخاص يعيشون يعني مع ضغط العمل مع سرعة العمل لا يقدرون أو لا يبقى لهم حتى وقت للطبخ، فهذا يعني سيأخذون مكملات غذائية تنفع أو لا تنفع، لا أضمن لهم أنها تنفع، أنا لا أضمن، لأن هذه المكملات التي يأخذونها على شكل خالص فيتامينات أو أملاح يجب أن تكون في الغذاء، أن تأتي للجسم، أن يأخذها الجسم عبر الأغذية وليست يعني بطريقة يعني على شكل كيماوي. ثم الأشخاص الذين لا زالوا يطبخون، لا زالوا يقتنون خضر وفواكه وحبوب وقطاني شيء، لا يحتاجون مكملات. النساء في البوادي عند في المغرب، النساء في البوادي الآن حتى هما يعني الآن لازم يأخذوا فيتامين دي، ما لازم يأخذوا لا فيتامين دي ولا أي شيء. النساء اللي مازال يطبخوا في المنازل ديالهم عندهم النظام الغذائي متكامل، مازالوا كينوعوا في الأشياء التي يقتنونها من السوق، الخضر كما قلت، فواكه نشويات، قطاني، لحوم، أسماك، أشياء هكذا، فهذا لا يحتاجون هذه المكملات. لأن لما نقول مكمل نقول أن شيء ناقص. لماذا نقص؟ لأن النظام الغذائي أصبح كما قلت بدون ألياف غذائية، بدون يعني فيتامينات وأملاح، يعني الفيتامينات موجودة في كل ما خلق الله، يعني كل شيء فيه الفيتامين. بعض الفيتامينات يعني تتأثر بالحرارة مثل الريبوفلافين الموجودة في الألبان مثلا متخمرة، والريبوفلافين الجسم يحتاج شيء ضئيل، والريبوفلافين تنتج في الجسم يعني من لدن البكتيريا الصديقة، يعني هذه البروبيوتيك، والبروبيوتيك ينتج الفيتامين ريبوفلافين، هذه الفيتامين بيتو بقدر علي ضئيل لكنها ينتج هذه الفيتامين، ثم توجد قليل يعني في العالم النباتي، لكن الجسم ما يحتاج كثير من الفيتامين من الريبوفلافين، هذه الفيتامين بيتو. ثم تيامين، هذه التيامين النياسين، هذه الفيتامين B1 وB3 موجودة في النشويات بكثرة، وموجودة في الخضر، وموجودة في خشاش الأرض، يعني B1 وB3. الغريب أن يعني الآن في بعض المجتمعات المتحضرة في الدول المتقدمة أنهم ينزعون النخالة من الحبوب، من القمح الخصوص، النخالة فيها الفيتامين B1 وB3، ينزعون النخالة من هذه الحبوب ثم يضيفون تيامين النياسين الدقيق الأبيض. غريب يعني، غريب جدا، ما أن هذه إضافة فيتامين دي لبعض الزيوت يعني لإغناء الزيوت بهذا الفيتامين دي. فإذا كان الناس يعني الجسم الإنسان ينتج الفيتامين دي، ما الذي جعل الناس الآن لا يعني الجسم إنه لا ينتج فيتامين دي؟ لأن إنتاج الفيتامين دي من يعني من طرف الجلد الإنسان، عليه جلد الإنسان إذا تعرض لضوء الشمس ينتج فيتامين دي، ليس لضوء الشمس إنما اليوفي، هذه يعني الأشعة الفوق بنفسجية التي تأتي من الشمسية التي يعني تنشط هذه الخلايا التي تنتج فيتامين دي لتحت الجلد، وليس الجلد، هي تحت الجلد.